واحد يقول لماذا لا نعترف على الله مباشرة وليه نعترف على أب كاهن؟ طبعا ده تأثير بروتستانتي، بتعترف على أب كاهن لأنك بتخجل من الكاهن، ربنا ما بتخجلش منه، بتعمل الخطية وربنا شايفك وانت لا تبالي ولا تتكسف، لكن لما بتعترف قصاد كاهن بتخجل، والخجل يساعدك انك انت ما تكررش الخطية مرة اخرى. تاني حاجة، بتعترف على الاب الكاهن لكي يقرأ لك التحليل، يديك سل انك تتناول، طبقا لقول السيد المسيح للكهنة: من غفرتم خطاياهم تغفر له، ومن امسكتموها عليه امسكت. وتعترف على الاب الكاهن لكي يعطيك ارشادات روحية كيف تتخلص من هذه الخطية. وهذا لا يمنع انك في نفس الوقت بتعترف على ربنا، والاعتراف على الكاهن معناها انك تعترف على الله في سمع الكاهن، ولما هو يعطيك التحليل بتاخد التحليل من الله من فم الكاهن. والايات كثيرة في الكتاب المقدس عن الموضوع ده.